¿Cómo estás, amigas? مثلا نحن اليوم ب ماربيا سبين بسبين رايحين رود تريب على موناكو. ما رح نخبركم وين رح نقطع. رود تريب رح تكون عبارة عن حوالي 17 18 19 ساعة. رح تكونوا معنا عم نتجول نتروق نتغدى ونمرق ننام ببلد معين بنشوف وين بنوصل قبل ما نوصل على موناكو. خليكم معنا وتابعونا. يلا اوكي جايز، فاذا هيدي ماربيا، فنحن هلا بطريقنا لنطهر من ماربيا. اوكي جايز، وهلا من بعد ما مشينا 5 minutes قدرنا نحمل فكرة انه في 17 ساعة على الطريق مش قادرين نستوعبها. هلا بدي فرجيكم هيدي 17 ساعة لنوصل على موناكو بدون توقف. هلا مبدئيا نوصل لأول كافي اللي حيخلينا مصحصحين اليوم. اوكي هلا رح نفرجيكم شو رح نتروق انا واختي تونس على الجوع. ما لحقنا نفرجي الترويقة تعال بس كان حلو منظرها. بس هي الترويقة وانا هي ترويقتي بس خلصت تقريبا. طيبي نسب ترويقة؟ واو. نسب طلبت افوكيتو مع اجز وانا طلبت اساي بول. هلا وي ريدي تو موف انرجيتك. وهلا خلصنا الترويقة ورايحين بالرود تريب. تعالوا جايز، فاذا هلا نحن مشينا من ماربيا من بعد ما تروقنا. حنمشي الوقت ما نجوع نحس حالنا بدنا نتغدى وبنوقف بنشوف باي بلد رح نتغدى. جايز هلا جينا لحتى نعبي بنزين. اتس سيلف جايز، في اربعه هون فنحن بدنا نفكر ايا بستعمل. طلعوا هون تلاقوا اي 5 اي 10 اي 5 اي 5 ناخذ هيدي الاي 5 لانه هيدي غير صالحه. شو يعني طقت؟ يعني خلص هيك بتعرفوا انه خلص وبندفع. كيف بندفع؟ جوا بندفع. يلا ندفع. صار على الشاشة محطوط رقم 3 بنقول له رقم 3 وبندفع عنده. يلا ندفع. هولا بونا. هلا. 3 ¿no? Number here. 103 con 22 de Neotel 95. ¿Ticket? Thank you. Thank you. Thanks a lot. So hey guys, بنكون نحن دفعنا البنزينات يلي عبيناهم. جايز هلا هون بدنا ندفع تول مثل ضريبة لاستخدام الشوارع بهيدا الجيت، ندفعها وبنعبر على الشارع الثاني. وطبعا هون بيوروب دايما بنمرق على هيك تولز حسب اي شارع. وطبعا نيرفانا نايمة. Good night نيرفانا. جايز مسا هون الدفع 20 يورو ليك. عبرنا. كتير مهم بالحياة تختاروا البارتنر اللي بدكم تروحوا معه رود تريب، لأنه يا هو بيسليكم يا هو بيقرفكم. طبعا أنا عرفت مين اختار لأنه أختي مسليتني بشكل جايز ماني حاسة بالطريق. قطعنا نص ساعة حسيتها نهار يعني هالقد، لأنه أختي طبعا اختارت إنها تنام. يعني شو بدنا نعمل؟ هي مشكلتي إنه أنا نقيت البارتنر الغلط. هيدا اخر مفرق لملقا ومنكون خلصنا. وهون منكون وصلنا على جرانادا. شو احساسك نسب انك وصلتي على جرانادا؟ احساسي انه انا كثير مبسوطه انه نحن ماشيين بهيدي الرود تريب. كانت ويت لحتى اوصل نشوف باي بلد رح ناكل. يو نيفر نو وين بنوقف. وبس انه صح النوم
بدنا نقول لنيرفانا. طبعا نيرفانا انت انا ماني مت وعملنا شويه اجواء بس انت كنت نايمه. هلا طالما وافقتي لازم تعملي لنا انت الاجواء. هلا بسمعك اغاني عنجد. إيه؟ شو حتسمعيني؟ هسه حبنا ذكريات هيك حتسمعيني. هذا معك من عفتني قلبي. انت بسبين عم تسمعي ذكريات. هلا بطريقنا لحتى نوصل على الميريا موريسيا. اوكي فاذا جايز مطرح ما حننام اليوم بما انه ما حنقدر نوصل على موناكو بنهار واحد يعني بدنا 24 hours تقريبا. فمطرح ما حننام اليوم بدنا 7 hours و13 دقيقة. اوكي جايز اشترينا هول الخبريات انه تسلينا على الطريق. لا نسب خبرينا قديش حلو انك انت عم تعملي تريب بيوروب وهيك من بلد لبلد و... انا لا اسمعك نيرفانا. فيك تشاركي السؤال؟ نسب عم تسمعيني؟ عم بقطش الخط؟ ايه عم تفضلي. نسب شو احساسك بالاكسبيرينس اللي عم تعيشيها بالوقت الحالي؟ نعم نيرفانا الاكسبيرينس اللي عم عيشها بالوقت الحالي كتير حلوة. ايه ولكن في مشكلة صغيرة انه رايحين بالسيارة بشكل تاني. ايه اني ما عم بسمع ما عم شم ما عم حس. نسب ما شاء الله ما خليت شيء. اوكي نسب دقي هيدا يرا. يلا كله تمام طيب. هلاك انا ما بقدر اعطيكي رأيي 100% يعني انا الاستطعام عندي 20%. اي حاسة تفقديها من حواسك بخل توازنك. وهلأ طبعا نيرفانا صارت هي الدرايفر معنا لليوم يلي عم بتسوق فينا رحلة رود تريب بيوروب. هي اصعب مرة بسوق فيها بحياتي. ليه نيرفانا محبت الطريق؟ حبيت الطريق بس بلد ما بتعرفيه طرقات ما بتعرفيها. ويلكم تو فالنسيا. احنا وصلنا على فالنسيا جايز. ركزوا جايز ركزوا نحن هلا وين حنسير. فالنسيا ومدريد وين حابين نروح؟ نحن حنروح هون حنرجع نروح لهون بس مش هلا. هلا هون جايز من بعد ما برمنا على باركينج حوالي ساعة مش هيك؟ لقينا باركينج لأنه على الريفيوز فتنا على جوجل أكيد صرنا نشوف مطرح بدنا ناكل إيطاليا فلقينا محل عنده ريفيوز كتير حلو وهيك فاخترناه. طلع إنه بقلب سيتي وهيك ناكل أجواء مثلا. ها كيوت فحلوة الأجواء هون بالسيتي بس ما فينا نفوت فيها بالسيارة. ليكم عرفتوا؟ ما في سيارة. هلأ السيارات مش مسموح تفوت بس تاكسيات بتقت عادي. واو جايز الأجواء هون فالنسيا كتير حلوة كتير حبيت كتير حلو سوبر حلو. شو بك النسب؟ عم بنقلهم صورة السيتي اللي نحنا فيها هلأ. اوكي جايز سو جابوا لنا البوراتا سالاد كل وحده لحال فانا راح اخلطها مبدئيا. نيرفانا عزمتينا على السلاد. صرنا من الصبح بالرود تريب بشكل ولاقمي عزمتيني بس على السلاد. ايه بس سلاد اليوم بيطلع لك حسب سلوكك كل يوم. اعطيني الملعقه من هونيك كثير. ثانكس ماي دير ويلكم. شكرا اختي. ما بدنا نظلم اختي حرام طلبت لي هيدي الباستا وطلبت لي هيدي الباستا. شكرا اختي.
My first impression عن المنطقة كتير حلوة. المنطقة ما فيها كتير سواح ولكن منطقة سياحية بامتياز. شوارعها كتير vibes. ما في سيارات ليه؟ شو سبب عدم تواجد السيارات بمنطقة فالنسيا؟ جواب على سؤالي إنه ما في سيارات لأن ما بعرف تخيلي. اليوم جايين ناكل ايس كريم بفالنسيا. علي صوتك. اليوم جايين ناكل ايس كريم بفالنسيا. بس ما تفوتي بالتليفون. شو هالطعم؟ شوكليت ايس كريم وذ مارشميلو، فانيلا ايس كريم وشامس وشوكليت شيب، بيتزا، وشوكليت شيب. هلا سايبر مارشميلو. ستروبيري لا، هيلا. يو دونت هاف سمثينج لايك اوريو؟ جايز والان اصبح النهار ليل وعتمت الدنيا. نحن هلا رايحين خلصنا الاكل، اكلنا وتحلينا وهلا رايحين بطريقنا نكفي رود تريب. بنشوف اي ساعه بنتعب وباي بلد بنوقف وبننام. هلا الساعه 1:15، المفروض 1:30 اذا قلرات نوصل على جيرونا، بننام وبنفيق الصبح وبنكفي اور رود تريب على موناكو. اكيد هلا بنرجع بنلتقى اول ما نوصل على المنطقه لحتى نفيقها لنيرفانا وننام بالاوتيل ونكفي اور رود تريب tomorrow. نحن هلا وصلنا على الاوتيل ميتين. شو كان بدنا بهالرود تريب؟ هيدي اقوى احلى رود تريب. طبعا رح بدي احلى لانك مضيتيها نايمه. بنقلكن جود نايت، بنلتقى بكره نتروق سوا وبنروح سوا على موناكو. see you tomorrow. باي. بونجور، نهار جديد وتياب جديدة. صباح الخير، رجعنا من النومة، عملنا شوية فريشينج. ساعة هلا 10:30 الصبح، رايحين نتروق نشرب كافي ونضلنا ماشيين على نيكست ديستنيشن اللي هي موناكو. حنبقى فيها يومين، حنبقى فيها يعني نهارين، فيها ليلة ليلة ونهار، يعني ليلة حننام بموناكو اذا قال رات. ايه وبكرة بعد الظهر بالليل بنمشي. جايز وهيدا هو الحدود اللي نحن وصلنا عليه، بندفع مصاري وبنفوت على المنطقة الثانية اللي نحن واصلين عليها. جايز شوفوا هون، هي بتكون حمراء، بندفع نحن هون، بناخذ هيدا الكارت. ما بندفع هون، بس بناخذ كارت ونفوت. بس نوصل هونيك ونقطع هيدا الطريق بندفع هونيك. اوكي جايز، نحن وصلنا على فرنسيا وهيدي الحدود هون. فرانس، ويلكم تو فرانس. واو واو نسب، شو احساسك ان احنا هلا بنفوت على فرانس؟ احساسي كتير مبسوطة. ايه وكانت ويت لحتى اوصل على فرنسا، بس زعلانة كرمال سبب واحد انه ما رح اقدر اتصور مع تور ايفل. جايز احنا هلا على الطريق، عم ناكل ووتر ميلون انا واختي ونشرب اورنج جوس. بعد بدنا ساعتين و50 دقيقة، 3 ساعات اولموست يعني. وهلا وصلنا على هي الديستنيشن مطرح ما بندفع بالكارت او بالكاش على الحدود. طبعا عم نقلط من منطقه لمنطقه، سو بنوصل على حدود معين كرمال ندفع عندهم. هلا عم بيقولوا لنا قد ايه بدنا ندفع. الدفع 4.90 يورو تقريبا 5 يورو. لا بتدويلنا اخضر وبتقلنا باي باي، الله معكم اهلا وسهلا فيكم. الا اهلا وسهلا فيكي وحديك. فاينلي جايز، من بعد 6 ساعات سواقة اليوم موناكو هير وي كام. بليف، واخيرا والحمد لله وصلنا على اور ديستنيشن. نسب شو رح تعملي بموناكو؟ رح تكوني انت الدليل السياحي لنا. طبعا بما انه انا خلقانه هون، انا رح كون عم دلكن على كل المطارح السياحيه والمعالم السياحيه الموجوده هون بمنطقه موناكو.
ستي ما بتنام. ثاني شيء ستي از اميزنج. ثالث شيء ستي كثير حبيتها. ثالث شيء بدي اعيش هون. وصلنا على موناكو، عملنا تشيك ان بالاوتيل وقعدنا ارتحنا، وهلا نزلنا نتمشى على الستريت تحت. Guys, this is Monaco. I'm obsessed. على فكرة كل ما أزور منطقة بيورو، مثلا رحنا على ماربيا، قلت أنا I'm obsessed. بس ما بعرف إذا هون أنا I'm obsessed أكتر من هونيك. Guys, شوفوا لي هالمنطقة. على قد ما كنا جعانين ما صورنا لكم. ربنا ليه ما صورنا لكم؟ والله العظيم إنه نسينا. ما بصدق ولا قد ما كنا جعانين نسينا نصور. بس صورنا سناب، اللي مش ضايفنا سناب يضيفنا سناب لحتى، لانه نحن على السناب بننزل كل يومياتنا. جايز تخيلوا موناكو بهالوقت، ليكو كيف كل شيء فاضي، كيف كل شيء برا، وانا واختي برا. ليكو وباي ذا واي المنطقه جدا امان. يعني ليك نحن هلا قد الساعه 12:18، عم ماشيين على الطريق ما منخاف، حاملين سكتنا معنا اغراضنا ما منخاف. وهيك هون العالم كتير حلو، الفايبس تبعولهم. هاي اختي ما شاء الله انا سميح اللي حكيتي. احنا حاليا عم نمشي للاوتيل. الاوتيل منه كتير بعيد عن هون. الاوتيل تبعولنا دغري على البور، يعني هيدا البور. هلا واصلين على الاوتيل، رح نطرق نومي. ما إلها بعد نومي. وهي رجعتنا من العشاء، نيرفانا نصها نايمة. بكره لوين؟ بكره عكان. بكره عكان؟ تنتظرونا بكان. Good night.